اقول لك يا ريس طحان، لو الشغله بتاعت تعشئه الونش دي هتاخد معانا وقت كتير هكملها لك بكره عشان انا عندي الصبح مشوار بدري. طيب ماشي، انت وشطارتك. الله، ايه النور ده؟ هو ده العيش والملح اللي انت اكلته مع الريس عادل؟ ومين لا مؤاخذه اللي جاب سيره العيش والملح؟ ما العيش والملح متصان. متصان فين باللي انت بتعمله معايا ومع اختي سناء؟ انا ما عملتش حاجه، انا عملت اللي يرضي ضميري وذمتي لا مؤاخذه. انت ما عندكش ذمه يا مجاهد. طب ليه بقى ست الكل اللغه دي؟ ما تخلينا باحترامنا احسن. انت هتروح بكره النيابه وهتغير الكلام اللي انت قلته وتقول الحقيقه. ده ليه بقى ان شاء الله؟ خايف منك ولا خايف من طحان؟ عارف انك مش هتيجي عدل، قلت اجيب لك اللي هيعدلك. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا مرتي؟ لو نزلت المايه مش هحلك يا ريس طحان. طلعت. يا رايك يا مجاهد؟ انا مش هاخد الرئيس صالح لو على رقبته. نزل. انت خطر على روح فيها. ما تخافيش، العيال دي بسرعه تطلع. لا هنموت. كفايه كفايه. اصبري شويه اصبري. لا طلعه طلع. المره الجايه هتنزل مش هتطلع تاني. انا مش هغير شهادتي. الرئيس صالح هيموتني هيموتني. موت بكره احسن ما تموت دلوقتي. نزلوا يا ابني. استنى يا مرضي استنى. خلاص اعمل اللي انتوا عايزينه. خلاص طلع طلع. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.